دخل العدوان على غزة يومه الأول بعد المئة وسط تواصل القصف الإسرائيلي بالمدفعية والطيران على شتى أنحاء القطاع. وفي الأثناء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاب الفرقة 36 التي تضم ألوية جولاني والسادس والسابع و188 وسلاح الهندسة من غزة، فيما بقي ثلاث فرق من جيش العدو في القطاع الذي شهد اليوم اشتباكات ضارية خاضتها كتائب القسام وسرايا القدس ضد جيش الاحتلال في كافة محاور التوغل في خان يونس جنوباً. وفي السياق أيضاً توعدت كتائب القسام الكشف عن مصير ثلاثة من أسرى جيش الاحتلال الليلة، وذلك بعد أن نشرت فيديو يظهر صوراً لأولئك الأسرى مع تساؤل عن مصيرهم إن كانوا قد قتلوا أو أنهم أحياء أو إن كان قد قتل بعضهم وأصيب الآخر. هذا وقد ارتفع عدد الشهداء بين الصحفيين إلى 118 صحفياً بعد استشهاد المصور الصحفي يزن الزويدي. وفي ارتدادات العدوان الإسرائيلي على غزة قتلت مستوطنة وأصيب 4 بجروح خطيرة و9 بجروح متوسطة في عمليات طعن ودهس في مستوطنة رعنانة في تل أبيب. قد أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال شابين يشتبه في تنفيذهما العملية، وهما من سكان بلدة بني نعيم بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وعلى صعيد الجبهات الأخرى أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة، بينما أفادت القيادة المركزية الأمريكية بإصابة سفينة أمريكية بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون قبالة السواحل اليمنية. أهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا المفتوحة والتي سنقدم فيها قراءة لأبرز التطورات العسكرية لمعركة طوفان الأقصى في يومها الأول بعد المئة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا في هذه التغطية، الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العقيدة المتقاعد جلال العبادي. مساء الخير سيادة العقيدة. مساء النور يا سيدي. أبدأ الحوار مع العقيد جلال العبادي بعد أن نتابع وإياكم التقرير، لا تبتعدوا. إذن بعد أن تابعنا وإياكم التقرير الذي تناول أبرز ما جاء على لسان قادة القسام وحركة حماس خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، أبدأ الحوار مباشرة. باشا مساء الخير من جديد، دعني أبدأ معك من آخر التطورات، وهو إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سحبه الفرقة 36 من غزة والتي تتضمن أو من ضمن تشكيلاتها لواء جولاني، وهذا يأتي بعد شهرين ونصف تقريبا من الاشتباكات. نعم. من الغزو البري، كيف نقرأ هذه الخطوة؟ شكرا لك يا سيدي. خلينا نحكي بقايا الفرقة 36، لأن الفرقة 36 هي دخلت بالأسبوع الرابع للحرب، وهي فرقة يعتز فيها بالنسبة لهم، وتضم جولاني وتضم لواء جفعاتي وتضم مظليين وتضم لواء هندسة، ويعني هي واجهة الواجهة بالنسبة للجيش الصهيوني. كم يقدر عدد هذه الفرق؟ شوف، عدد الفرق عندهم حوالي 5 ألوية، يعني كل لواء حوالي 2000 ل 2500 فرد فيه، يعني أنا بقدرها في 10,000 مقاتل. 10,000 مقاتل من تم الإعلان. إحنا نقيس في الآليات. الفرقة في الفرقة الإسرائيلية تحوي لواءين دروع ولواء مشاة ولواء هندسة ولواء استطلاع. مجحفل يزيد، احنا نحكي في ستاندر للجيوش العربية والجيوش الشرق الأوسط كلها، مصر، الأردن، حتى روسيا. الفرقة في تنظيمها 3 ألوية، إسرائيل تزيد، يعني عندما دخلت إلى غزة دخلت في 8 فرق، حشدت لعمليتها إسرائيل 10 فرق. 10 فرق دفعت فرقتين في الشمال باتجاه حزب الله وجنوب لبنان، ودفعت في 7 فرق إلى غزة وفرقة للضفة الغربية. أيوة. فرقة تحتفظ فيها لعملياتها في الضفة الغربية، وبدلت أكثر من مرة. الفرقة التي وقعت فيها خسائر كثيرة في غزة استحضرت فرقة من الشمال من جنوب لبنان، لأنها عملياتها غير ساخنة. لم توقع فيها خسائر كثيرة بعد، وتستبدل
تسد الفرقة الثانية مكانها. اللي أحب أقوله أنه معظم الجيش الإسرائيلي أنا بقدر الخسائر فيه أكثر من 50%، وحداته الأصلية كلها تضررت. شوف بالعرف العسكري أي وحدة، وإحنا شفنا أنه لواء جولاني سحب، وابن الفرقة 36 سحب، والفرقة 98 سحبت، والفرقة 96 انسحبت انسحبت ثم عادت. الآن لم يبقى إلا بقايا فرقة 96 و98 و162، أيوة. خلينا نقول بقاياهم وليسهم، لأن فيهم خسائر كثيرة. أقل فرقة تكبدت خسائر 40% من الفرق العاملة للآن، هاي الفرقة العاملة. إسرائيل تعتمد بشكل مباشر على المرتزقة. يعني إسرائيل جلبت حوالي 20,000 مرتزقة من الفاغنر، من الفاغنر وبلاك ووتر والإسبان وفرنسيين، وحتى روس يحملوا الجنسية الإسرائيلية موجودين. وأنا حتى بأخوتنا القسام وهذا، هذولا لا حقوق لهم، المرتزقة هذولا لا حقوق لهم ولا يعاملوا معاملة الأسرى. يعني صور كمان إسرائيل لا تحاسبهم إلا بنهاية الأسبوع، لأنه حتى إذا قتل خلال الأسبوع ينسوا موضوعه. هؤلاء هم الذين يقاتلون الآن بصفوف الأمامية ويحاولوا أن ينزلوا إلى الأنفاق. يعني هم حوالي 20، أنا بتوقع قتل أكثر من نصفهم، أكثر من نصفهم، بما في مجموعات ليست بسيطة من المارينز. هؤلاء الآن هم بالرمق الأخير. أنا بتوقعي وبتحليلي العسكري، إذا استمر زخم القتال بهذا الشكل، واستمرت حماس بمستوى هذه الكفاءة، لن تستمر الحرب أكثر من أسبوعين. الآن هذه بقايا تم تجميع ما صلح بعد الضرب، يعني في عنا حوالي 5,000 مصاب، أصيب إصابة ليست قاتلة إنما بتر، كان يعني غير صالح للخدمة العسكرية، بترت قدمه، بترت يده، عينه، فقط عينه. أتوقف عند هذه التفاصيل، ولكن اسمح لي أن أشرك معنا في هذه التغطية وهذا الحوار رئيس المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية من رام الله دكتور هاني المصري. دكتور هاني مساء الخير. مساء النور، أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً دكتور هاني. كنت أنا وسيادة العقيد جلال العبادي الخبير العسكري والاستراتيجي نقرأ في تحليل عسكري للخطوة التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بسحب الفرقة 36 من قطاع غزة، ولكن هنا في القراءة السياسية ما نقلته صحيفة هارتس عن نقل وحدة دوفدوفان من غزة إلى الضفة الغربية، ماذا يعني ذلك في القراءة السياسية، وهل أن فعلا الضفة على وشك الانفجار؟ نعم، هناك عوامل كثيرة تدفع بانفجار الضفة الغربية، ولكن لا أزال لا أرجح أن يحدث ذلك سريعا، لأن هناك عوامل أيضا تكبح بعملية الانفجار. أما العوامل التي تدفع نحو الانفجار فهو ما يجري في قطاع غزة، فهذا عامل مهم يدفع الفلسطينيون أينما كانوا للحركة في محاولة لتخفيف الضغط عن شعبنا في قطاع غزة. ولكن هناك أيضا إسرائيل قامت بعزل الضفة الغربية منذ اليوم الأول، وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتقطيع أوصال المدن والقرى، بحيث كل المدينة أصبحت عبارة عن سجن، كما قامت باعتقال آلاف الفلسطينيين، وصل العدد إلى حوالي 6,000 فلسطيني، وتم استشهاد 350 شهيدا وآلاف الجرحى، كما تم إطلاق يد المستوطنين وتسليمهم بصورة لم تحدث من قبل. وهذا كله عوامل كابحة يعني، ولكنها في نفس الوقت ممكن أن تؤجج. أيضا تمت القرصنة على أموال المخاصة، وهذا يزيد صعوبة الوضع الاقتصادي بشكل كبير، ليس فقط على السلطة، وإنما الرواتب التي تصرفها السلطة هي المحرك الاقتصادي الأساسي في الضفة الغربية. أيضا العمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل لم يذهبوا منذ 7 أكتوبر، وهذا يعني أفقد الضفة الغربية جزء كبير من دخلها. يعني كل هذه العوامل، إضافة إلى أن السوق الضفاوي لم يعد يستقبل زبائن من شعبنا في الداخل، كل هذه العوامل ضاغطة. ولكن هناك عوامل محبطة مثل ما نقول، وهو أن السلطة الفلسطينية يعني اختارت ضغط الأوضاع،
واختخ من انفجار الوضع، وبالتالي هي تقوم يعني بكل ما من شأنه منع انهيار الأوضاع. وكما نعرف السلطة الفلسطينية تستند إلى حركة فتح، حركة فتح هي الطرف أو الفصيل الأكبر في الضفة الغربية، وإذا لم تتحرك حركة فتح بكل قوتها وبالتالي لن يكون هناك الانتفاضة أو الفتح الجبهة الواسع. وحركة فتح تقوم بالمواجهات ولكن ليس بكل ثقلها وليس بقرار قيادي. أنت تقصد بتحرك حركة فتح بكل قوتها أي بأنه أن تصبح في مواجهة واشتباك مباشر أيضا؟ نعم، إنه هذا بحاجة إلى قرار من قيادة فتح، قرار من السلطة. القرار القيادي معاكس لذلك تماما، هم يعتقدون أن الانخراط في المعركة سيؤدي إلى دفع ثمن كبير، وأن هذه المعركة فجرت حماس وعلى حماس أن تتحمل المسؤولية عنها، رغم أنهم يقولون أن إسرائيل استغلت 7 أكتوبر لشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني لتنفيذ مخططات موضوعة سابقا لتصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، وبالتالي مفترض الكل أصبح هو المستهدف. لا يوجد تفريق بين فتح وحماس، بين معتدل ومتطرف، بين فلسطيني غني وفلسطيني فقير، بين فلسطيني ابن مدينة أو ابن مخيم أو ابن قرية. فكما نلاحظ سواء بالضفة الغربية أو في قطاع غزة أن الكل الفلسطيني هو المستهدف، القضية الفلسطينية هي المستهدفة، وهذا يقتضي تكاتف فلسطيني، وحدة فلسطينية لكي يتم مواجهة هذا الخطر يعني الدائم. للأسف الوحدة لا تزال بعيدة، كل هذه الدماء، كل هذه النضالات، كل هذه البطولات لم توحد الفلسطينيين، وهذا شيء خطير للغاية. يجب توحيد على الأقل القوى والعناصر المؤيدة للبرنامج الوطني الكفاحي. إذا لم يكن توحيد الكل ممكنا فلنبدأ في هؤلاء، وعلى أساس رؤية واحدة، استراتيجية واحدة، قيادة واحدة، لأن المعركة ليست معركة عسكرية فقط. فكما نعرف أن السياسة هي تعبير مكثف عن الاقتصاد، والعسكر هو تعبير مكثف أو امتداد للسياسة، وبالتالي لا يمكن فصل المسائل عن بعضها البعض. وحتى يتم استثمار هذه التضحيات الغالية والبطولات العظيمة يجب أن يكون هناك رؤية، يجب أن يكون هناك أهداف موضوعة قابلة للتحديد في هذه المرحلة، بدون التنازل عن الحقوق الأساسية، بدون التنازل عن الأهداف النهائية. ويجب علينا أن نميز بين عملية ما يسمى السلام، والتي لم تكن لا عملية سلام ولا ما يحزنون، وإنما عملية الضغط على سبقة الأراضي وتعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان. المقصود أننا يجب أن نستخدم أسلوب آخر، عبر المقاومة في تحرير الأرض، وعندما تحرر الأرض يقام دولة فلسطينية مستقلة، ليس باعتبارها نهاية المطاف وليس جيد. ولكن في ظل ما تحدثت به أنت دكتور هاني المصري عن غياب الرؤية والاستراتيجية أيضا، وعدم وجود أو غياب خطوة فلسطينية رسمية إلى جانب مشروع المقاومة، وهو الذي يعد اليوم في ظل هذا الحرب وهذا العدوان هو أقوى ورقة فلسطينية، هي المقاومة اليوم التي تواجه يعني مخطط التهجير بكل قوة. من القادر على أن يجيب فيما يتعلق بالسؤال الذي يقول على صعيد القضية الفلسطينية، هل من أفق لأي تسوية سياسية بعد وقف هذه الحرب؟ أعتقد أن الأفق ليس مستند على ما يمكن أن تعرضه الولايات المتحدة الأمريكية، ولا على ما يمكن أن تقبل به الحكومة الإسرائيلية. فالحكومة الإسرائيلية الحالية مثل الحكومة المتوقع أن تشكل بعد الانتخابات الجديدة، هي لا تقبل بالحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، وهم لا يريدون التخلي عن المشروع الاستعمار الاستيطاني. الأفق الذي أتحدث عنه الأفق المبني على المقاومة، الأفق المبني على الوحدة على أساس برنامج وطني يجسد القواسم المشتركة، الأفق الذي يعمل من أجل تغيير موازين القوى وتغيير الحقائق على الأرض وإيجاد ميزان قوى يسمح بدحر الاحتلال، مثلما تم دحر الاحتلال بشكل نسبي عن قطاع غزة في السابق، يمكن الآن أن نعمل من أجل دحره بشكل كامل. وكذلك الأمر بالنسبة للضفة الغربية، وليس عملية السلام التي كانت دائرة
عندما يتحدثون الآن عن عملية السلام وحل الدولتين، فما هي إلا زر الرماد في العيون، ما هو إلا مقتول الكلام، لأن من يريد حل الدولتين على الأقل يستطيع أن يمنع الحكومة الإسرائيلية من القرصنة على أموال الفلسطينيين. نعم. ومن لا يستطيع أن يمنع هذه القرصنة، كيف يمكن أن يقنع الحكومة الإسرائيلية أن تقبل بدولة فلسطينية؟ الدولة التي أتحدث عنها دولة عبر الكفاح، عبر تغيير موازين القوى، وهذا يجب أن يكون واضحا. وأنا أقول أنها مطلوب من المقاومة والقوى يعني المؤمنة بالمقاومة أن تضع هذا البرنامج. وكما سمعت على لسان قيادات من حماس وغيرها، فإنهم أكدوا على موافقتهم على دولة فلسطينية، ليس باعتبارها نهاية المطاف وليس بالتنازل عن فلسطين، ولكن يجب أن يكون هناك هدف في كل مرحلة يتضمن تحقيق ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة. وضع كل الأهداف مرة واحدة على قاعدة إما الكل أو لا شيء يضر كثيرا ويمنع إمكانية الاستثمار. الاستثمار السريع بدون تغيير موازين القوى يؤدي إلى التحذر والاستسلام، وبالتالي يجب عدم المغالاة لا في هذا الاتجاه ولا في ذاك الاتجاه، ويجب العمل وإقناع الشعب الفلسطيني أن هناك هدف وطني كبير قابل للتحقيق بالمدى السنوات القادمة، ليس بعد 20 عاما ولا بعد 50 عاما. جيد. إذن دكتور هادي، كبيرة قد حدثت ويجب البناء عليها، ولكن إذا لم نبني عليها سنخسر كثيرا. تمام، هذا ما كنت سأسأله، ما الذي سيخسره الفلسطينيون فعلا إن لم تتحقق الوحدة نحو مشروع وطني فلسطيني من قابل للتحقيق؟ ما الذي سيخسرونه الفلسطينيون؟ كما تعرفين وعند اطلاع على التاريخ الفلسطيني، سنجد أنه في معظم المراحل وفي معظم المعارك العسكرية كان الفلسطينيون يخرجون منتصرين. المشكلة بعد ذلك بماذا سيحدث بعد المعارك؟ نعم. إما من خلال تخلي الدول العربية عن القضية الفلسطينية عندما جاءت لحمايتها كما حدث في 48، أو من خلال تفاوض من أجل التفاوض لا يملك أوراق القوة، لا يسعى لتغيير موازين القوة، فيؤدي إلى خسارة ما لدينا، وليس أن نأخذ أشياء جديدة. مثلا مثل ما حدث في اتفاق أوسلو لم يؤدي إلى تحقيق الدولة كما كان مأمولا، وإنما أدى إلى على ما تقوم به إسرائيل من حقائق احتلالية واستيطانية وعنصرية على الأرض. بالتالي ما بعد الحرب وعملية الإعمار والبناء واستغلالها لفرض الشروط التي لم تتحقق بالحرب، محاولة بس الفتنة بين الفلسطينيين، يعني يمكن أن نخسر كثيرا إذا تم بس الفتنة، وخاصة عندما نسمع يتحدثون عن السيناريو ما بعد الحرب ويفصلون لنا ما يجب علينا أن نلبس. نعم. هذا ليس من شأن لا واشنطن ولا تل أبيب ولا عواصم عربية وإقليمية، هذا يفترض أن يكون شأن الفلسطينيين حتى يتحكموا بمصيرهم، عليهم أن يتفقوا على ماذا يجب عليهم أن يفعلوا، عليهم أن يكون السيناريو الفلسطيني هو السيناريو الوحيد الممكن، سيناريو وحدة الفلسطينيين في إطار سلطة واحدة، في إطار منظمة تحرير واحدة، على أساس برنامج واحد، على أساس قيادة واحدة. وهذا الأمر يخطئ الطريق على كل السيناريوهات البديلة، سواء إذا استمرت الحرب أو إذا يعني توقفت. نعم، شكرا جزيلا رئيس المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية الدكتور هاني المصري، كنت معنا عبر سكايب من رام الله مباشرة. بالعودة إلى الأستاذ جلال العبادي. أستاذ جلال، دعني قبل أن أذهب إلى الضفة الغربية ولربما يكون لديك تعليق أيضا على ما قاله الدكتور المصري، ولكن هناك من يقول، يعني هارتس تقول بأنه سحب الفرقة 36 هذا يرمز أكثر شيء إلى أن القتال انتقل إلى مرحلة جديدة ومتقدمة أيضا، كيف لك أن تفهم ذلك؟ كل القتال مشى على نفس الوتيرة، أنا لم أرى اختلافا بين الأسبوع الأول والأسبوع الأخير من القتال، لا يوجد قتال فعلي، لا يوجد قتال فعل بمعنى قتال مقاتل يواجه مقاتل، كلها غارات جوية وقصف مدفعي وتهديم بيوت وقتل أطفال، لم نرى أي دخول للجنود الإسرائيليين إلى داخل قيادات حماس، لم نرى أي أحد من قيادات حماس تم إلقاء القبض عليه أو قتل، لم نرى أي دخول للمرافق والأنفاق الرئيسية
وعددها بالمئات، لا نريد أن نقول أكثر من هذا، أن دخله الجيش الصهيوني، كلها على الأطراف، كلها بدون أي فائدة، لا قيمة عسكرية لما تم عمله لحد الآن. أصلاً عندما اتجهت إسرائيل لاغتيال العروري هي لم تجد أي شيء تقول به وتواجه بها شعبها، على الأقل قالت قتلنا أحد قادة حماس، أحد قادة حماس في بيروت أو في القاهرة أو في أبو ظبي تستطيع أن تصل إلى أي حد، لكن الرجولة أن تصل إلى مقاتل في خندقه ولن يستطيعوا الوصول لهذا. عندما عجزوا عن هذا المجال اتجهوا إلى بيروت وسيتجهون إلى جهات أخرى عندما يفشلون. على الصعيد العسكري لا أرى أي تحقيق، أي تقدم عسكري أو ضربة عسكرية أو انتصار عسكري على حماس، بل بالعكس حماس تسجل انتصارا عسكريا كل يوم. احنا حزينين ويعني كلنا أسف على الشهداء والأطفال والنساء والبيوت المدمرة اللي زاد عددها عن 300,000، هذه لا تعتبر انتصار. هاي يعني حاليا لحد الآن حوالي 80,000 طن من المتفجرات نزلت على غزة، وهذه تعادل أكثر من ضعف اللي نزلت على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. يعني هذا شيء، إذا هذا هدم البيوت والأطفال وتجويع الناس ومنع دخول الطعام والغذاء لهم، إذا هذا يقرر نتيجة حرب فهذه ليست حروب، هذه عصابات تتحكم في مصير البشر ومصير الناس. جيد. أنا أعجبني امبارح واحد ألماني بيقول إحنا نشكر حماس، لأن حتى إحنا في ألمانيا وفي فرنسا وفي إسبانيا حررتنا من العقلية المنبطحة أمام الصهاينة في أمريكا وفي نيويورك من أجل الانتخابات ومن أجل المال، وفي إسبانيا وفي ألمانيا وفي كل محل، إنه اليهود اللي كانوا يحتجوا أي إنسان يحتج عليهم هو معادل للسامية، معادل للسامية ذهب هذا الفيلم، وأنهم هم القتلة، قتلة الأطفال والشيوخ والناس وتجويع الأطفال والمساكين وتعريتهم في البرد وعمل جرائم لا إنسانية. حتى جنوب إفريقيا الآن هي إن شاء الله تقوم بهذا الدور نيابة. طيب، على كيف تفهم أنت كخبير استراتيجي وعسكري نقل وحدة دوفدوفان من غزة إلى الضفة الغربية؟ هم يريدون أن يتبادلوا الأدوار، يعني أنا أريد أن أقرأ المشهد بشكل عام. نعم. الوحدات التي في غزة الآن أصبحت وحدات عاجزة لا تستطيع أن تقوم بعمل عسكري. الوحدات التي تذهب إلى الضفة الغربية لا يطلب منها إلا إجراءات شرطية، المحافظة على النظام أو مطاردة شباب هنا وهنا وهناك، لا يطلب منهم عمليات اقتحام واعتقالات وهذا. يعني هذه اقتحام بيت، اقتحام منطقة في آليات، هذه أقل خطورة على الجنود من أن ينقلوا إلى غزة. غزة صارت غزة الموت بالنسبة لهم، غزة المقبرة، يعني من يخرج من غزة يحتفل في نفسه، وإحنا شفنا لواء جولاني خرج منهزما ويحتفل بمجرد خروج بعض أفراده أحياء. صحيح. بمجرد أنه وليس بالنصر. جيد، ولكن ألا تقرأ بأن في ذلك هناك يعني لربما استشعارا إسرائيليا بأن الأمور ستنفجر فعلا وتصل إلى المواجهة المباشرة في الضفة الغربية؟ نعم نعم، إسرائيل. قبل أن تنتهي المشكلة يجب أن تكون هناك مواجهة أقل حدة ما في الضفة الغربية، والآن الضفة الغربية قدمت أكثر من 300 شهيد، وأنا أتوقع أنه حتى أن يخف عليهم الضغط من غزة سيخففوا بعض الوحدات ويرسلوها إلى الضفة الغربية. أهلنا في الضفة الغربية كمان مستعدين في هذا، هم صحيح أن تسليحهم قليل لكن عندهم أدوات أخرى، يعني شفنا اليوم بطل بالطعن وفي سيارته قتل عدد من الإسرائيليين والإسرائيليات. هذا مطلوب منهم الدور، كلنا في الهم شرقه. يعني حاليا الضفة الغربية يجب أن تنشط أكثر من ذلك، هي مدعومة. العروري هو كان مسؤول عن هاي، وعندما نشطت هذه ذهبوا لقتل واغتيال العروري، لأنه هو بدأ وهو أوحى وهو الذي بدأ في عجلة القتال في الضفة الغربية. هم يريدون أن يسخنوا جبهة ويبردوا جبهة، لكن الضفة الغربية الآن أنا بتوقعي أن الأسابيع القادمة سوف تكون حارة عليهم
عليهم. الضفة الغربية بخير، فيها ما يكفيها من الأسلحة وفيها، لكن احنا نرجو من أخواننا في الأمن الفلسطيني أن يقفوا إلى جانب أهلهم وأن يحموهم بسلاحهم، وليس مجرد الكلام، نريد أن يقفوا إلى جانبهم، لأنهم لن إسرائيل لن توفر شيء من دماء حتى الشرطة الفلسطينية التي تساعد في حفاظ الأمن إلى جانب الشعب الفلسطيني. أنا بحب أن أحكي بشكل عام أن هذه المعركة هي معركة فاصلة، هي ليست فاصلة فقط على الفلسطينيين، وهذا حققت الجهد العسكري لحد الآن معارك ممتازة، نتائج ممتازة يبني عليها. الآن يطلب من الجانب السياسي زي ما تفضلته أن يبني على قيام دولة، وليس مجرد رفع الحصار، وليس مجرد أنه حكم ذاتي، وليس مجرد سلطة في غزة وسلطة في هذا. ما دماء الشهداء عسكريين ومدنيين ونساء وأطفال يجب أن يكون ثمن دولة، ولا يقبل دولة فلسطينية موحدة ذات سياسة وإلها دور واسم في المنطقة وفي الشرق الأوسط، ليست فقط مجرد دولة، هي دولة ذات كيان وذات كلمة وذات وجود في المنطقة. وأنا بتوقع لهذه الدولة أن يكون لها مستقبل أفضل بكثير من الدول اللي الآن تراهن بالمنطقة. دعني أتوقف عند عملية رعنانة. أعتقد بأنه ما حدث اليوم في تل أبيب وفي هذه المنطقة الأكثر حساسية والأكثر تجديدات أمنية، وهي المنطقة التي وصفت بأنها أيضا هي الأغنى، يجتمع فيها أصحاب رؤوس المال، يتم تنفيذ هذه العملية، هو يسيطر على سيارة، يقوم بعملية دهس، يصطدم بالجدار، ينزل، يسيطر على سيارة أخرى أيضا ويقوم بعملية دهس أخرى، في ثلاثة مناطق ينفذ عمليات الدهس بالإضافة إلى عملية الطعن شباب اثنان، يعني نعم. من منطقة بني نعيم جنوبي الضفة الغربية وتحديدا من الخليل، مؤشرات ذلك والذي وصف اليوم بأنه اختراق أمني خطير جدا في تل أبيب في هذه المنطقة التي وصفت بالأشد حساسية وبالأكثر تحصينا أيضا. شكرا يا سيدي. يعني كل العالم تفاجأ في الضعف وفي الوهن وفي الجبن وفي الخوف اللي سيطر على الجيش الإسرائيلي من بداية هذه العملية. أنا لا أعرف كيف كانوا يهمون العالم. أنت تقصد منذ بداية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر. نعم يعني إنه هذا الجيش الهش، لا قيادة، لا استخبارات، لا تحصينات، لا هو يعتمد 90% على التكنولوجيا، لا يوجد جنود، لا يوجد قادة، لا يوجد تدريب، لا يوجد معنويات، لا يوجد أي شيء سوى الاعتماد الكلي على التكنولوجيا. التكنولوجيا وحدها لن تعوض عن الجهد البشري. إحنا هذه التكنولوجيا من الاستطلاع والتجسس والعملاء والطائرات المسيرة وطائرة الأوأكس وطائرات التي 48 ساعة و 24 ساعة لن تغادر الأجواء والأقمار الصناعية وكل تكنولوجيا العالم، نعم، هي لجانب إسرائيل لم تفيدهم ولم تحميهم ولم تغني عن الجهد البشري. شباب مجاهدين متحمسين لديهم القليل من السلاح لكن الكثير من الإيمان والتضحية. جيد، ولكن أنا أقصد هنا أستاذ جلال بأنه يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي والكيان المحتل لم يستفق من ضربة 7 أكتوبر، وأنا أقصد هنا عملية طوفان الأقصى في ظل الحديث عن أيضا انقسامات حادة بسبب الفشل الاستخباراتي والفشل عن تحقيق أي أهداف من هذا العدوان، وتأتي هذه العملية اليوم إلى أي حد هذه ستشكل ضغط كبير على مجلس العدوان الذي يرأسه اليوم بنيامين نتنياهو يمنى بالهزائم دون تحقيق أي أهداف؟ شوف سوء الإشكالات بين الحكومة والكابينت بأعضائها 4 أو 5 واختلافهم يوميا وبروز اختلافاتهم على الشارع وانعكاسه على العمليات. يعني تصور يتم تفتيش رئيس الأركان وقائد الجيش وهذه ليست طعنة فقط لشخصه إنما للعسكرية الإسرائيلية وللجند الذي قاتل بالمدى، كيف تكون معنوياته عندما يقف قائده ويفتش بعدم ثقة؟ التفتيش معناته عدم ثقة. هذه لم تحدث في أي جيش ولا يوجد أي قائد جيش
يوقف عندما يدخل على مكتب رئيس الوزراء أو في المجلس أن يتم تفتيشه وتفتيش أمتعته. هذا ليس إجراء، هذه إهانة للعسكرية الإسرائيلية للأبد لن تنتهي. هذه الضربة للمؤسسة العسكرية، هو القصد أنهم يحملوها المؤسسة العسكرية كل هذا الفشل. الفشل ليس في المؤسسة العسكرية وحدها، الفشل سياسي اقتصادي، الفشل في العلاقات، الفشل في المعاملات، الفشل في تدريب الجيش، الفشل في وضع الأهداف. يعني الأهداف التي تم وضعها هدفين رئيسيين اللي هم التخلص من حماس وتدميرها وإنهائها من الشارع هذا وتسليم أسلحتها وتدمير أنفاق وما إلى ذلك القوى جيد العسكرية. هذا كله لم يتحقق، ولكن ما أريده أنا أستاذ جلال فيما يتعلق بعملية رعنانة اليوم. يعني نحن أقول لك بأن جيش الاحتلال لم يستفق من 7 أكتوبر، فتأتي هذه العملية، كيف هو الوضع؟ كيف سيشكل ضغط على مجلس الأمن؟ هذه تعطي رسالة للشارع الشارع الفلسطيني والشارع الإسرائيلي وكذا، لا يوجد أي مكان آمن لكم. الشباب الفلسطيني المتحمس الذي يريد أن يستقل ويتحرر ويعيش بحرية وبكرامة هو قادم. أنا هذيك المرة حكيت على أحد القنوات الأجنبية، قلت المعركة لم تروها بعد، المعركة ستأتيكم بعد 5 سنوات، عندما ينهض الطفل هذا لا يجد لا له لا أب ولا أم ولا أخت التي قتلت أبوه أمه أخته وجلس الآن مشردا، هذا قنبلة موقوتة سينفجر في تل أبيب بعد 5 سنوات. هذا لن يترك ثار أمه أبوه أخته وأخوه اللي هدموا بيته واللي جوعوه اللي قتلوهم اللي وضعوا أمه لمدة 2 أسبوع و3 تحت الأنقاض. هذه الرسالة لن تنتهي ولن تنمحي من عقل ودماغ وذاكرة هؤلاء الأطفال. هؤلاء الأطفال اللي الآن عمرهم 5 سنين و10 سنوات قادمون، لن تربطهم أي معاهدة السلام ولن تربطهم أي مصالحة مع العدو الصهيوني. الآن هذه المعركة جزء، هذه معركة على طريق التحرر وليس التحرر كاملا. هذه يجب أن يتبعها جهد دبلوماسي على القادة السياسيين ألا يضيعوا دماء وجهد الشهداء اللي تعدى عددهم الآن اليوم تجاوز العدد 24 24 ألف، دخل في 24 ألف شهيد وشهيدة وشهداء حماس بالطرف الآخر وشهداء الجهد من النساء والأطفال. هذا يجب أن يؤدي إلى هدف واحد وهو الدولة الفلسطينية، وليس إلى حلول مجتزأة في هذه العاصمة العربية أو هذه. يعني إحنا نحذر إخوان الفلسطينيين، هناك من يحاول أن يقزم هذا الانتصار الكبير ويحاول أن يجتزه لصالح هذه الجهة وهذه الجهة. هذا الانتصار وهذه الدماء لا حل لها إلا بداية الدولة الفلسطينية الواحدة، أن يكون الثمن الذي دفعت من أجل هذا أن يكون ثمن كبير. لا يذهب بالجهد الدبلوماسي. إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه بالميدان وبالقوة، تحاول أن تحققه عن طريق الوساطات من هذا الطرف ومن هذا الطرف. أستاذ جلال، من المؤكد بأنك تابعت بالأمس الكلمة التي المتلفزة التي ألقاها الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وهي يعني جاءت بعد انقطاع منذ 23 الثاني المنصرم. ما دلالة هذا الظهور وأيضا أبرز ما تضمنه الخطاب من وجهة نظرك؟ شكرا لك. أولا نتمنى على قائدنا الكبير أبو عبيدة ألا يطيل الغيبة عنك هذه المرة، نتمنى أن يزورنا مرة أسبوعيا على الأقل. كانت طويلة. جميع الشعوب والمحبة للسلام والشعوب الشعب الأردني والفلسطيني وكل شعوب العالم ينتظر أبو عبيدة، حتى الشعب الإسرائيلي ينتظر ماذا يقول أبو عبيدة. فنرجو منه أنه لا يتأخر علينا كثيرا. هذا من ناحية. الناحية الأخرى هو يظهر عندما هناك تكون نتائج كبيرة وتحقيقات وخسائر في العدو، يظهر عندما قال أنه 1000 آلية بين مجنزرة بين دبابة مركافة أو ناقلة النمر أو جرافة الدي 6. هذه إحنا لما نقول 1000 بحكي لكم لأخواننا كبير، يعتبر رقم هائل. كل 120 آلية يشكل اللواء مدرة، كل 120 كل 120 آلية. إذا ما وزعنا 1000 هذه هذه 3 فرق، هذه تجهز 3 فرق كما في الأردن كما في مصر.
من الفرق الأردنية والمصرية والإسرائيلية نفسها والعراقية وكل فرق الشرق الأوسط حتى الجيش الروسي. هذا حجم ثلاث فرق، وهذا من القسام وحده. الألف هذا القسام وحده، يعني كمان سرايا القدس وكتائب أبو علي مصطفى، وهناك مقاومين وكتائب المجاهدين أيضا، والمجاهدين يعني على الأقل دمروا لهم 350 آلية على الأقل في هذا، وهذا كمان ثلاث ألوية، يعني بمعدل كمان فرقة. هذولا ثلاث فرق وهذه فرقة، أي الآن إسرائيل تلعب بالربع الأخير الباقي معها، لم يبق عندها لا قوة بشرية ولا آليات. الآن مركاب أربعة تقريبا انتهت، يعني باقي منها أشياء قليلة، استعادوا مركبة ثلاثة، هذه المتطورة أحدث نسخة مركبة هذه المزودة بالرادارات، هذه مزودة بالرادارات 2.5 مليون دولار الرادارات التي على ظهرها، هذا الذي يضع القساميون القنبلة فوقها. هذا رادار يطلق الصواريخ ويطلق الرشاشات ويطلق القذائف الميم دال، لكن يطلقها على أسلحة متطورة، على صواريخ تأتي من مسافات بعيدة، يعني أقلها صاروخ الكورنت الروسي هم يأخذوا بعين الاعتبار مسافته 5200 متر، بده ينطلق من 1500 متر على الأقل. هذا تكون في مجسات وأشعة وإشارات إلكترونية وأجهزة صدى صوت تخرج له، وهذه المجسات والمحسات والرادارات التي داخل هذه الدبابة تستشعر وتشغل النظام وتطلق عليه إطلاق آلي صواريخ آلي من داخل الدبابة نفسها. لكن من صنع هذه الدبابة وطورها لم يخطر على باله أن يأتي رجل قسامي ويقف في جانبها ويضع المخدر على ظهره وينسحب، يعني هذه لم تخطر على بال أي مخطط أو شيء ممكن بالمستقبل يتم تطويرها. أما الآن أن يأتي إنسان حول الدبابة ويجلس جانبها ويضع المتفجرات، أما يلصقها أو يضعها على المنطقة، والمنطقة التي يضعها عليها المنطقة الفاصلة بين البرج وجسم الدبابة وهي أضعف نقطة بالدبابة، ليس فقط هذا، إنما تحت مباشرة في الرادار وفي 65 قذيفة دبابات. مستودع الذخيرة للدبابة هو في هذه المنطقة، والأفراد لأنه الذخيرة هنا الأفراد بالطرف المقابل. يعني عندما توضع هو يضعها على الرادار، هو على ظهر الرادار، ماذا ستكون النتيجة؟ انفجار الدبابة وتعطيل كافة أجهزتها، وليس فقط هذا، والصعق الذخيرة التي في داخل الدبابة، كل دبابة تحمل من 60 إلى 75 طلقة داخل الدبابة، على أساس أنها هي ترمى الدبابة. في 4 أشخاص حاليا دبابات في العالم يديرها، في عندها سائق إشارة مدفعي آمر، 4 أشخاص اللي يعملوا فيها، هم ضافوا إلها 6 أشخاص لحمايتها لحمايتها، لأن القتال في المناطق المبنية يحتاج إلى حماية الأفراد يحموا الدبابات. لم نرى أي فرد يخرج من الدبابة ولا يحميها، كلهم نايمين جوا الدبابة. فإحنا شفنا أنه أي دبابة تنفجر لم نرى أي جندي إسرائيلي يخرج منها، وبالتالي هذه صعقت بقوة القذيفة، بقوة الشحنة الصاعقة المدمرة، وبشحن وقتل 65 طلقة معظمها حارق، يعني أي صدمة بتشعلها. إذا تشتعلت هذه الدبابة تصور أنت 60-65 قذيفة تنفجر فجأة، ماذا يحدث؟ انصهار كامل صحيح للحجر وللبشر. نعم، أيضا استوقفني ما نفاه أبو عبيدة في كلمته، قال بأنه لم يتمكنوا من الوصول إلى أي من مخازن السلاح، لم يتمكنوا إلى يعني الوصول إلى معامل تصنيع الصواريخ والأسلحة والذخائر، وأكد بأن كل ما رأيناه في هذه المعركة من سلاح استخدم هو صناعة فلسطينية قسامية بامتياز، وليس لأحد يبدو أنه فضل في تلك القذائف ولا بالتأكيد. الصواريخ ولا الذخيرة التي تم استخدامها، ولكن عندما ينفي، ونحن رأينا فيديوهات ادعى فيها جيش الاحتلال سيطرته على مخازن أسلحة، ادعى فيها سيطرته على مصانع كانت تصنع فيها حماس السلاح كما زعم، وسيطرته على أيضا منصات إطلاق صواريخ ملقمة كما قال في كذبه. شوف العدو الصهيوني، يعني افتراءاته كذيبة وغير منطقية.
عندما قال وأحرج حتى الرئيس الأمريكي أنه تم قتل وحرق أطفال وانتهاك النساء وأطفال وحرقهم أمام العالم كله، وتبين أنه كل هذا هراء حتى أنه تراجع حتى الرئيس الأمريكي، وحتى الآن الأكاذيب هذه كلها وصارت أصبحت واضحة. إسرائيل تجانب الحقيقة، لم تحقق أي شيء، وتريد أن تقول هي لحد الآن عقلهم مش مستوعب الهزيمة الكبيرة التي يمون بها والخسارة بعد ما كانوا مسيطرين، وهالبعبع الكبير في حرب 48 و56 و67 و73 مش مستوعبين انهم يهزموا، وكل التاريخ يحكي انه اسرائيل تنتهي في اول هزيمة. حقيقة انا بقول هذه اول حرب تخوضها اسرائيل. الحروب السابقة ليست حروب، حروب مدبلجة، حروب سريعة مدبلجة ضمن تفاهمات وضمن أشياء أخرى، يعني لا تشرف من أشرف عليها ولا قام فيها. هذه هي الحرب الحقيقية التي تتخذها إسرائيل، وهذه قوة الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم، وهذا الجيش الذي أولى بنود تزويده الحفاظات. هذا الجيش، هذا جيش يخاف منه، الجيش الذي يترك دبابته ويفر منها. احنا لاحظنا انه احد قادة سرايا هرب لانه لم يجد احد من افراد سريته. يعني جيش بهذا الشكل يعتمد على القصف الجوي، يعتمد على القصف المدفعي. تصور الخسائر التي تقع في الجيش الإسرائيلي، لأنهم يطلبون النيران لمسافة 10 متر و20 متر أمامهم. يعني الطائرة لما تقذف صاروخ الرماية المدفعية والطيران الحد الأدنى 1200 متر. في كل جيوش العالم يجب ألا تقترب نيران المدفعية ونيران الطيران عن القوات المتقدمة، لازم 1200 متر وأكثر، لأنها أقل من هذا الحد تؤثر على الانتشار. قد يكون هناك أخطاء، نعم. قد هناك اتجاه الريح، قد يكون شدة انفجار. هم مسافة 10 متر و20 متر يريدوا حتى لا يخرج لهم القسام بعد 10 متر، فهم يضحون بأنفسهم بالقصف الجوي على ألا يظهر أمامهم قسامي. الإشكال هذا رفع نسبة النيران الصديقة، يعني القذيفة. يعني احنا انا بقول انا خدمت بالجيش يعني حوالي بالداخل وبالخارج حوالي 46 سنة، نعم. لم ارى سيارة ذخيرة تحمل متفجرات ويركب فيها جنود. حتى سيارة الارزاق قانون بالعالم كله، سيارة الارزاق توضع عليها نمرة حمراء لا يسمح الركوب فيها، فكيف الارزاق، فكيف الذخيرة؟ يعني ان تضع اطنان من الذخيرة في شاحنة عسكرية ويركب فيها جنود، هذا إنسان مش عسكري ولا بيعرف التخطيط ولا يعرف الاستراتيجية ولا يعرف شيء. والجهة الأخرى الذي قذفها وقالوا أنه هذه طلقة دبابة اللي رمتها مركبة، نعم. أنتوا تعرفوا أن حماس لا تملك أي مركبة عسكرية، نعم. ولا تملك النمر، وليس لديها مدرعات ولا أي شيء. في ارتباك وفي خوف ورعب إذا استمرت هذه المعركة، وأنا أتأمل أنها تستمر أسبوعين أو ثلاث، راح تلاحظ أن إسرائيل تقول قضب انتهى، لم يجد لدينا شيء أن نقاتل فيه إلا حلفائهم. هناك حلفاء لهم بالمنطقة بالداخل وحلفاء لهم بالخارج، أوقفوهم عنا. طيب أنا سأتي إلى لربما ما هي النقطة والحدث العسكري الذي من شأنه أن يوقف هذا العدوان، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى يعني البحر الأحمر. القيادة الوسطى الأمريكية قالت إن الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا أصاب مدمرة أو سفينة حاويات أمريكية ترفع علم جزر المارشال واشتعلت فيها النيران. المخاطرة اليوم أن تجد بأنه ترتفع بشكل محموم باتجاه إمكانية الانزلاق فعلا إلى مواجهة مفتوحة. نعم شوف، خلنا أعطيك أنت وإخوان المشاهدين فكرة عن الحوثيين. تفضل. الحوثيين رجال عرب أقحاح، يعني لا يمكن تنتخي في واحد يمني وحوثي بالتحديد إلا يمشي معك وينصرك لو على أخوه. أنا كنت يعني مشرف، كنت عقيد ركن بالحرب 1994 في الحرب بين اليمن بين الشمال والجنوب، وكان معنا
الملحق العسكري الأمريكي والبريطاني والفرنسي. فحتى أتذكر أنه رحنا عند الشيخ أحد القبائل وبيقول لي مين هم هذول اللي معك الحمر هذول؟ قلت والله هذا الملحق العسكري الأمريكي وهذا البريطاني وهذا الفرنسي. نعم. فكانت ما كان من جرعته ونقول أنتوا جايين تصلحونا يا يهود، ما هي كل الكارثتنا من تحت روسكو. البعيد غلط عليهم وقال ما بدي أشوفكم هون. وأنا أعتذر، كنت أنا والملحق أخي العقيد النبهاني القائد الجيش العماني الحالي. فكنا إحنا وياه، قال أنا أستقبلكم بس بدون هذولا. أيوه. بدون هذه يعني هؤلاء على سيجيتهم شجعان مقاتلين يفتخروا بالقتال ويعتبروا الرجل خلق ليقاتل ليس شيئا آخر. الآن حروبهم ايضا، انا مشان احكي حتى لاسرائيل ولكل الناس الذي يقولوا يحطوا كلام مش بقدر الحوثيين، الحوثيين قتالهم لا يقل عن قتال رجال غزة. يعني الان حتى لو توقفت حرب في غزة لن يتوقف الحوثيين. قبل كانوا بيقولوا اوقفوا القصف على غزة، ادخل الطعام والشراب احنا نوقف. الان عندما تدخلت امريكا وبريطانيا، الآن بريطانيا تريد أن تنسحب، تريد أن تنسحب أتوقع في القريب العاجل، يعني تقول أعذارا واهية أنه حامل في الطائرات تبعهم لا تستطيع المشاركة لأنها منشغلة في أمور تجنيد، لا أعرف شو التجنيد اللي يجي الآن، منشغلة في أمور خارجية تتعلق بالتجنيد والقوات المسلحة ولن تستطيع أن تشارك في العملية. أي القوات الأمريكية وحدها راح تبقى. القوات الأمريكية الحوثيين يفتخروا فيها ويفتخروا في أن الرجل يصاب ويستشهد ويقتل، ويقتل حتى في رأسه إصابته في الأمام، يعني حتى إذا أصيب من الخلف لا يعتبروها رمز للشهادة أو للقبيلة أو ما إلى ذلك. يعني وكل قتالهم يقاس بالسنوات، يعني لا يوجد عندهم حرب انتهت في شهر وشهرين وكذا، أقل حرب تنتقل من 10 إلى 12 سنة. إحنا نلاحظ حربهم يعني في هذه هم والسعودية وهكذا من 2011 والآن عاصفة الحزم، عاصفة هي هدنة الآن، لم تنتهي الحرب لم تنتهي. وهم حتى حذروا السعودية وحذروا الإمارات، الدولة التي تدخل سوف نستهدفها. طيب تمام، أنا ما أرغب أن يعني أفهمه حتى أستثمر ما تبقى لدينا من 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 وقت فيما يتعلق بشكل المواجهة المقبلة. نحن رأينا بأنه طلعت طائرات حربية أمريكية بريطانية نفذت عدوانا على اليمن، الحديدة، صنعاء ومناطق أخرى لتواجد الحوثيين. اليوم يبدو أنه الحوثيون بدأوا بتشكيل الرد على تلك الهجمات، أصابوا هذه السفينة بشكل مباشر. نعم، هذه رسالة واضحة، ولكن إلى أي حد سننتقل من هذا الشكل من المواجهة إلى المواجهة المفتوحة؟ إحنا إن شاء الله نتأمل إنها ما تمتد مواجهة الحوثيين للقواعد الأمريكية الموجودة في بعض الدول العربية ويشكل يعني ضربة لبعض الدول العربية. لديه ما من السلاح يمكنه الوصول إلى القواعد يمكنهم الأمريكية في المنطقة. يمكنهم وضربوا، وصلت إلى الرياض قذائفهم وصواريخهم، ووصلت إلى أبو ظبي، ووصلت إلى أبعد وأبعد يستطيعوا. إحنا نتأمل أن تبقى الساحة المعركة هي في البحر الأحمر ولا تذهب إلى أبعد، إلى الدول المحيطة للبحرين أو لأبو ظبي أو للسعودية أو للمناطق الأخرى، لأنهم بيقولك نستهدف من يستهدفنا. نعم. والقوات أينما كانت سنستهدفها، ولديهم من الجرأة ولديهم من الأسلحة، ولديهم أسلحة تأتيهم من كافة المصادر، وأعداء أمريكا كثيرون في المنطقة. إذن النقطة والحدث العسكري الفاصل الذي من شأنه أن يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ونختم به أستاذ جلال. بس بدي أحكي شغلة، إنه الناس بيحكوا الحرب على غزة، أنا الحرب بدي أحكي شو معنى الحرب، اللي هي استخدام هو آخر الوسائل السلمية واستخدام القوة في تحقيق هدف الدولة أو الهدف السياسي. ما يجري في غزة هو ليس حرب، الحرب هي تحتر بين دولتين. نعم. لهم جيشين، يعني إسرائيل الآن لا تحارب دولة ولا تحارب جيش نظامي. صح. هذا هو عدوان على الشعب الفلسطيني. نعم. نعم. وليست حرب كما معظم وسائل الإعلام تقول الحرب على غزة. صحيح. هو العدوان على غزة. يعني غزة إن شاء الله تصير دولة وبعدين يصير فيها حرب بينها وبين إسرائيل، أما الآن هذا اسمه عدوان على الشعب. نعم. الفلسطيني. نعم. وعدوان. أنا بتوقعي وكما أراك أرى نصر غزة قادم وفي القريب العاجل. يرك. ولقنت إسرائيل درسا، لن تحاول أن تخوض حرب أخرى.
على مدى العشر سنوات القادمة، لن تخوض ولن تجرؤ ولا يوجد عندها أحد. الآن ما جلبتهم، هم كانوا يتوقعوا زي الحروب السابقة أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع، شمت هو اللي جاء من بريطانيا، اللي جاء من هولندا، اللي جاء من بولندا، من أمريكا، بيقول إحنا أخذ لي كم ألف دولار وباجي وبرجع. هو لا يتوقع هذا المصير ولا يتوقع هذا الشيء. وإحنا شفنا أنه لحد الآن 1.5 مليون اللي هاجروا من فلسطين هاجروا ولن يعودوا هذول. جيد، هذا يعني أنه إذا ما كان هناك مواجهة جديدة ستكون أقوى وأشرس وأصعب 100%. لكن ليست الآن، إسرائيل الآن بحاجة إلى وقت كبير حتى تجهز جيشها، لأن هذا الجيش لا يحارب، هي تعتمد على الأمور، على الفاغنر والمرتزقة من هنا وهنا، والمرتزقة لا يربحوا حرب ولا يكسبوا حرب. أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ جلال العبادي على هذه القراءة للتطورات العسكرية لمعركة طوفان الأقصى. شكرا لكم يا سيدي، وتأمل أن أعطيت فكرة ولو بسيطة لأهلنا وفي فلسطين وخارج فلسطين عما يحدث من نزاعات في منطقتنا. وأنتم أيضا مشاهدين ابقوا معنا، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، فللتغطية بقية سنقرأ قراءة للمشهد الإسرائيلي والعبري فيما يتعلق بآخر التطورات بعد الفاصل، لا تبتعدوا.